طبعا زي ما حضراتكم عارفين السوق الافريقي بالنسبه لمصر مهم جدا، ومصر الحقيقه بذلت الحقيقه مجهود كبير في السنوات الماضيه وحتى في وقت تقلد السيد الرئيس رئاسه الاتحاد الافريقي. فالحقيقه بقى في مجهود كبير سواء في الكوميسا او كان في الاتحاد او حتى العلاقات المصريه الافريقيه كل على حده. خلينا ناخد عناوين مهمه من الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا استاذ هشام. عايزين يعني نتوقف عند عناوين مهمه من قمه الكوميسا 22. طبعا هي الكوميسا ومشاركه مصر في تجمع جنوب وشرق افريقيا اللي هو الكوميسا الحقيقه جزء مهم جدا من استراتيجيه مصريه، سياسه خارجيه مصريه بتستمر على مدى 9 سنوات للشراكة، التعاون، دعم السلام، دعم التنمية، دعم التبادل التجاري. والحقيقة أنه يعني مصر يعني قدمت الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه وبتحرص على هذا السياق بشكل كبير، لأنه الكوميسا أحد التجمعات الاقتصادية المهمة جدا، بتلعب دور فاعل في الشراكات في التبادل التجاري. هذه القمة بتعقد تحت التكامل الاقتصادي من أجل الكوميسا المزدهرة على الاستثمار الأخضر، على القيمة المضافة، على السياحة، يعني كافة التفاصيل التجارية والصناعية والاقتصادية. عارفين أن القمة يعني الكوميسا منذ 94 منذ تشكلت مصر رأستها قبل ذلك، لكن الحقيقة أن هي جزء من سياق السياسة المصرية في الدائرة الأفريقية، لأن دايما بنقول أنه دوائر مصر الاستراتيجية الطبيعية الدائرة العربية الإسلامية الأفريقية ثم الدائرة المتوسطية لأحياء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة بشكل موسع جدا. صحيح. فاستراتيجية الكوميسا مصر بتدفع طول الوقت أنه أفريقيا من حقها أن تحصل على التكنولوجيا، على توطين الصناعات، على الاستثمارات. ورؤية مصر بتارى أنه الحفاظ على الدولة والحفاظ على الاستقرار بيسهل التنمية، والتنمية بتقلل من الاحتقان والصراعات. يعني هي استراتيجية واضحة جدا لمصر برغم انه دائما تطرح مبادرات شراكة تعود على كافة الاطراف الحقيقة. صحيح. فتجربة مصر في الكوميسا الرئيس يمكن لخصها، الرئيس السيسي لخصها بالتأكيد على انه خلال عامين في فترة شديدة، يعني مصر ترأستها في وجود كورونا في فترة صعبة جدا وثم الحرب وانعكاساتها. فمصر كانت حاطة في اعتبارها أنه لازم ندفع التكامل الاقتصادي، نرتب مع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية موازية لاتفاقات الكوميسا وغيره، وأن اتفاقية التجارة الحرة تدخل مع الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا اللي هي التجمعات اللي دايما مصر بتحس عليها عربيا وأفريقيا باعتبار أنه من المهم أن يكون لأفريقيا صوتها اللي يتحدث عن نفسها أو عن الإقليم العربي والمنطقة العربية بوصف مصر جسر بين كل هذه الدوائر الاستراتيجية المهمة. الدفع لإعفاءات جمركية، تيسير التبادل التجاري، يعني الجهود دي زي ما الرئيس قال إنه وصلت 13 مليار دولار التبادل التجاري مع من عام 22 الصادرات البينية بدول الكوميسا. كمان يا مصر وصل من اول ودي اعلى نسبه منذ يعني انضمام مصر للكوميسا او وكمان وصل التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا ل 4.3 مليار دولار، وده رقم برضه لم يتحقق من قبل. اكيد. والرئيس بيتكلم على انه مصر بتركز على البنيه التحتيه، اعاده الاعمار ما بعد الصراعات، وازاي مصر عندها تصور لهذا الامر. التعاون والشراكه دون لكافة الأطراف، يمكن أنه المشروع العملاق سد جوليوس نيريري في تنزانيا هو مشروع تعاون وقيم بأيادي مصرية وتنزانية وهيولد طاقة 2.5 جيجا وات. طبعا. لكن كمان المهم في ده أنه تأكيد من مصر أنها مع تنمية الدول القارة، مع أن كل دولة تنمي لكن من خلال الاتفاقات وليس التصرفات الفردية اللي ممكن تعمل سوء تفاهم وتعمل إضرار بمصالح الأطراف الأخرى. يعني ده تأكيد على موقف مصر في ده. حديث الرئيس على فكرة أنه صناعة الدواء واللقاحات مجال حيوي جدا ولازم نستثمر فيه، في مؤتمر صحة أفريقيا لمنعقد في مصر نسخته الثانية وقبل كده نسخته الأولى السنة اللي فاتت، مصر قدمت 30 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، وقبل كده قدمت 1 مليون فرصة لعلاج فيروس سي كمان.
مصر حريصة على، يعني الرئيس كلمته حريصة على السلم والأمن، وإن تحديات استدامة السلم والأمن بتمكن من التنمية، وإن احنا نقدر ننمي فنقلل من الصراعات، وده لدول العالم كلها كمان، لأنه بيقلل الهجرة غير الشرعية، بيقلل التطرف، وبيقلل الإرهاب، والمؤسسات الوطنية والدولة مهمة جدا. أكيد. فجزء مهم. وطبعا موضوع السودان الحقيقة وجد يعني اتجاه مهم من كلام الرئيس، سواء انه مصر بتضع على عاتقها انه من المهم جدا استقرار السودان والتكاتف لدعم شعبه، وكمان العمل مع دول الجوار وبذل المساعي لضمان التنسيق وصولا لهدف أكيد. السودان الامن المستقر. اكيد كلها عناوين مهمه. يمكن كمان من ضمن كلمات السيد الرئيس اللي قال يعني انه يعني ما يعني مهم جدا انه لا تضيع الدول يوما واحد في التعمير والاصلاح، واعتقد ده شيء مهم جدا. الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحرير يوم السابع، اشكرك شكرا جزيلا عن هذه العناوين المهمه الخاصه بقمه الكوميس. بشكرك شكرا جزيلا.